والآن مع العزف المنفرد على آلة العود مع الفنان المبدع الحاصل على عدة جوائز، منها جائزة الإبداع الموسيقي من وزارة الثقافة الأردنية، وله عدة ألبومات موسيقية منها ألحان من طفولتي، ترحال وغيرها، الفنان طارق الجندي من الأردن. مساء الخير. شكرا جزيلا لأكاديمية الفجيرة للفنون على هاي الدعوة الطيبة. رح أعزف ثلاث مقطوعات من تأليفي. المقطوعة الأولى اسمها ليلى في براندنبرغ، المقطوعة الثانية هي تنويعات على لحن شعبي أردني، والمقطوعة الثالثة هي كابريس على مقام الرست. شكرا. Thank you.
10 تنويعات على أغنية معروفة عندنا كتير شعبية اسمها ريدها. هو بيت الشعر بيقول ريدها ريدها كيف ما ريدها طفلة يا أهلي والعسل ريقها. فهاي أغنية شعبية معروفة في الأردن كتبت عليها 10 تنويعات. شكرا. Thank you.
Thank you.